بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحييكم ورحب بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال أسئلتكم على الهاتف رقم 011-405-2999. باسمكم جميعا أيها الكرام، رحبوا بضيفنا في هذه الحلقة، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم وعضو الإفتاء سابقا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك ومرحبا بالأخوة والأخوات. أهلا ومرحبا بكم الشيخ خالد، وأهلا بكم أنتم مستمعين الكرام. أيضا أذكر لمن لم يتيسر له الاتصال، فبإمكانه إرسال السؤال تحت تغريدة الإعلان عن هذه الحلقة، تجدون التغريدة في حساب الإذاعة في تويتر، ونستعرض من الأسئلة ما يتيسر به الوقت بإذن الله تعالى. أبدأ معكم الشيخ خالد بسؤال لإحدى الأخوات. تقول زوجي توفي، وكان قد أخذ من البنك مبلغ تمويل شخصي، اشترى منه سيارة وسدد منه لمدة سنة ونصف. تقول بعد وفاته ذهبنا للبنك لعمل الإجراءات اللازمة، أبلغنا البنك أنه يعفى العميل في هذه الحالة، هل نكتفي بهذا الإعفاء أم نسدد هذا القرض؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يتعلق بوفاء الدين، إذا كان الدائن قد أعفى المدين، إما بإعفاء مباشر أو بإعفاء مبتدأ بعد الموت أو بإعفاء مشروط بالموت، كبعض الاستحقاقات المالية التي يكون من ضمن بنودها أن يعفي الدائن المدين إذا توفي، ففي هذه الحالة لا يلزم الورثة وفاء هذا الدين لأنه أسقط، وبالتالي ذمة الميت بريئة وليس على الورثة التزام بسداد هذا الدين ما دام أن الدائن قد أسقطه، وبالتالي ليس عليه دين ولا يجب وفاء هذا الدين إذا أسقط. نعم. من الأسئلة أيضا شيخ خالد، هنا السائلة هدى تقول هل يجوز إعطاء عمال النظافة من زكاة المال؟ زكاة المال بيّن الله تعالى مصارفها في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فإذا كان الآخذ الزكاة أحد هذه الأصناف الثمانية فإن الذمة تبرأ بذلك ويكون قد أدى ما عليه. كونه عاملا للنظافة أو لغير ذلك من المهن التي يتوقع أن يكون أصحابها من الموصوفين بالفقر أو المسكنة فإن ذلك لا بأس به، لكن الأولى أن يتحقق من أمرين: الأول أن يكون الآخذ من المسلمين، لأن عمال النظافة منهم من هو من أهل الإسلام ومنهم من هو من غير ذلك، والصدقة الواجبة الزكاة لا تكون إلا لأهل الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون الآخذ موصوفا بواحد أحد هذه الأوصاف الثمانية، إما فقيرا أو مسكينا أو مدينا أو غير ذلك من الأوصاف المذكورة. فإذا غلب على الظن أن الآخذ فقير أن الآخذ فقير أو مسكين فلا حرج أن يعطيه من الزكاة وتبرأ ذمته بذلك، لكن التحقق يكون أولى في براءة الذمة والبعد عن أن يكون الآخذ غير مستحق. نعم، حسن الله عليكم. من الإخوة المتصلين معنا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على البرنامج الجميل ده. والله والله إني أحبكم كلها جميعا، وبحب جميع المشايخ اللي بيجوا يفتونا. الله يديهم الصحة والعافية ويحفظهم لنا يا رب. شكرا لك، حبك الله. تفضل يا أحمد سؤالك. أنا كنت عايز أسأل الشيخ بس لو سمحتي، أنا شغال هنا في المملكة، الله يحفظ المملكة وناسها يا ربي. وحوشت مبلغ من المال وحولت مصر على مدى كذا سنة هنا في السعودية، وجي أخويا خد مني الفلوس، خد فلوس من ورايا من غير علمي وصرفها وضيعها، وأنا عندي النية إن أنا هضره مثلا أو أذيه. طب أنا دخلت أتصرف إزاي؟ ولا أنا النية دي حرام عليا؟ ولا أنا أرجع فلوس إزاي؟ ولا أنا أخذ ذنب لما أنا ناوي أنزل أذيه وأضره؟ ولا كيف؟ طيب تسمع توجيه الشيخ. تفضل. أنا خفي علي بعض كلامه إذا أمكن يا أخي. ويقول تختصر السؤال أو طيب بعيده الأخ. يقول يشتغل هنا في السعودية وحول مال على مدى سنوات إلى مصر، يقول بأن أخاه أخذ من هذا المال وتصرف فيه دون إذن أخيه. يقول هل لو كان في نفسي أن أضر أخي أو يعني هو يبدو أنه الشيخ المسألة فيها مشاحة. إذا كانت المسألة فيها مخاصمة بمعنى أن هناك خصومة بين الأخ وأخيه فيما يتعلق بهذه التحويلات، فمثل هذه المسألة يعني الاستفتاء فيها قد لا يفيد، لأنها خصومة والخصومات فصلها عند القضاة، وإنما الفتوى لبيان الحكم الشرعي من جهة الحلال والحرام. وفي كل الأحوال أخ الكريم، إذا كنت قد حولت لأخيك مالا فجحدك أو صرفه في غير الجهات التي طلبت منها صرفها إليه، فإما أن يعني تنهي الأمر بالمصالحة على أمر، إما أن يرد عليك أو ما إلى ذلك أو تقسط عليه، وإلا فليس ثمة مصير إلا إلى القضاء الذي سيفصل بينكم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يصلح ذات بينكم وأن يؤلف بين قلوبكم وأن يرد الحق إلى أهله. اللهم آمين. من الرياض معنا الأخت مريم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. الله يعافيك شيخ خالد لو تكرمت. أنا عندي سؤال يتعلق بعقود الإيجار المنتهية بالتمليك المعمول بها في وكالات السيارات المملكة العربية السعودية. أبغى أسأل عن يعني هل العمل فيها حلال أم حرام، أو هل هو في شبهة، نظرا لان يعني الاقساط، يعني الاقساط تختلف عن اللي هي يعني عقود الاقساط تختلف عن عقود الايجار المنتهي بالتمليك. يعني انت تسالين عن استعمال، يعني ستدخلين في عقد من هذه العقود ام انت صاحبه سلعه؟ يعني سؤالك للعمل ولا للدخول في هذا العقد، اما مؤجر او مستاجر؟ أنا عندي رغبة فضيلة الشيخ أني أشتري سيارة من وكالة. أيه من الوكالة. أيه. هذه وكالة السيارة تتعامل مع بنك، فيصير يقول بقص يعني البنك بيسجل السيارة باسمه بعقود اللي هي الإيجار المنتهية بالتمليك، فالبنك يقص يعني أنا بدفع للبنك القسط شهري خلينا نقول 1000 ريال بالشهر. بس يعني اللي أنا فهمته أنه يكون العقد باسم البنك، العقود اللي اسمها عقود نعم. الإيجار المنتهي بالتمليك. طيب على كل حال هذا العقد هو من العقود المستحدثة، وهو عقد كان على صورة في أول مجيئه إلى السوق، ثم بعد ذلك تطورت وتم تعديل كثير من الملاحظات التي كانت في العقد أول مجيئه إلى السوق السعودي، ثم تعددت الصور، وبالتالي الغالب في العقود الموجودة الآن التي تستعمل في البنوك والمصارف التي تعتمد المصرفية الإسلامية هي عقود صحيحة سليمة ليس فيها مؤاخذة، وهي من أحدث الوسائل التمويلية المستخدمة في المصارف، سواء هذه المصارف الإسلامية أو المصارف التي تسمى بالتقليدية. وفي كل الأحوال دخول الإنسان في مثل هذه العقود لا حرج عليه، وإذا نشبت
مخالفة أو مخاصمة أو اختلاف بين الطرفين تحلها الجهات القضائية. فلا حرج أن تشتري السيارة بالإيجار المنتهية بالتمليك، لأن أغلب الصور الموجودة صور تندرج ضمن الصور المأذون بها شرعا. نعم، حسن الله عليكم علي الشيخ. معنا من الرياض محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاكم الله كل خير وكل القائمين على هذا البرنامج لرعاية وإرشاد جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. سؤالي باختصار يخص عوائد وأرباح شهادات الادخار اللي تسمى شهادات الاستثمار ذات العوائد الثابتة، ذات الأرباح الثابتة، فما حكم ذلك؟ أفتونا، لأني بصراحة أنا أجد الكثير من الفتاوى وأريد الحل الأخير. طيب، كيف عوائد ثابتة يا أخي؟ يعني باختصار يعني بنسبة محددة من الربح أم أنها بقدر معين من المال؟ لا يا شيخنا، باختصار هم يضعوا ربح ثابت كل شهر أو كل ثلاث أشهر، يعني 300 ريال مثلا أو 1000 ريال شهريا. لا يا شيخ، بيبقى أقل من كده. أنا أتحدث تحديدا عن بغض النظر عن القدر، أنا أسأل شيء محدد بقدر معين أم بنسبة من الربح، يعني 5% من الأرباح أم 300 ريال؟ لا يا فندم، بالسعر ستكلت 300 ريال أو مثلا 400. نعم. نعم، في هذه الحالة تجوز هذه الصورة من الاستثمارات التي يحدد فيها قدر معين من العائد في المشاركة، لأن المشاركة مبنية على نسبة من الربح. هذه النسبة من الربح تختلف باختلاف التجارات، قد تزيد وقد تنقص. فإذا كان أحد أخذ من شخص مبلغا ماليا وقال سأعطيك مقابل هذا المبلغ شهريا 100 ريال، شهريا 300 ريال، فإن هذا لا يجوز، لأن هذه ليست مشاركة، هذه أشبه ما يكون بتأجير لهذا المال، وهو نوع من أنواع المشاركات المحرمة، يعني هي شركة فلا تصح، إذ إن الشركة مبنية على الربح والخسارة، وهي بقدر معين منسوب إلى الربح، بمعنى 5%، 10%، 30%، نصف الربح، 3/4 الربح، حسب ما يتفقون، وليس منسوبا إلى أصل المال ولا بقدر محدد من المال. هذا النوع الذي ينبغي أن تكون عليه المشاركات، ما عدا هذا فهي مشاركات غير جائزة. حسن الله عليكم. من الدمام معنا الأخت أم عمار. هذا والله الله يعطيك العافية والصحة إن شاء الله. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ بس عشان الضحية، يعني تفضل الشيخ اسمعك. أيوة، أنا أضحي يعني بخروف، خروف الحين غالي. أي. ولا أقدر يعني، ممكن أضحي يعني معز تيس كذا، جايز ولا ما يجوز؟ بس أسأل تسمعين الجواب. طيب، بالنسبة للأضاحي، الأضاحي هي من السنن التي شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي على حسب القدرة من حال الإنسان، فلا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق إذا كان عاجزا عن أن يضحي، فهي سنة مؤكدة في حق من كان قادرا. فإذا كان الإنسان يقدر على نوع من بهيمة الأنعام مثل ما ذكرت الأخت، تستطيع من المعز دون الظأن، فلا حرج ما دام أنه من بهيمة الأنعام، لأن المطلوب في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني إما غنم بنوعه ظأن أو ماعز، وإما بقر بأنواعه، وإما إبل بأي نوع من أنواع الإبل. فإذا ضحت بالماعز فإن ذلك مجزئ، سواء كان ذلك من ذكورها التيوث أو من إناث الماعز، كل ذلك مما يجزي في الأضحية. أسأل الله لي ولكم القبول. اللهم آمين. شكرا لك يا أم عمار. من مكة معنا الأخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي بخصوص عملت عمرة بعد رمضان.
نعم. والحمد لله يعني جالي تصريح حق، فأنا دلوقتي لو حجيت حج أنا دلوقتي كده بقى متمتع ولا يعني لازم أعمل عمرة تانية علشان أبقى متمتع؟ طيب أنت مقيم في مكة؟ نعم أنا مقيم في مكة. وعمرتك كانت بعد رمضان من مكة؟ وجالي تصريح للعمرة للحج، فهل دلوقتي أنا أبقى أنا من أهل مكة ليه تمتع إيه؟ ولا لأ؟ أنت من أهل مكة؟ أنا في مكة مقيم وداخل مكة. أي نعم، إذا كان كذلك فأنت مفرد، والعمرة التي أخذتها بعد رمضان لا يكون بها تمتع، لأن التمتع لا يكون إلا بعمرة يكون الإنسان فيها قادما من خارج مكة من الحل. وأما إذا اعتمر من كان من أهل مكة واعتمر فإنه لا يكون بذلك متمتعا. وعلى القول بأنه تمتع فإنه لا يجب عليك هدي، لأن الله عز وجل إنما أوجب الهدي على من أتى من خارج مكة من غير أهل مكة. الآفاقيون إذا جاءوا بعمرة ثم بقوا في مكة وحجوا، جاءوا بعمرة في أشهر الحج ثم بقوا في مكة إلى الحج وحجوا، يكونون في هذه الحال متمتعين. الله تعالى يقول فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة فرجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن كان من أهل مكة أو إقامته الدائمة في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام، فلا يكون متمتعا، لا يجب عليه هدي ولو اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه. طيب واضح أحمد، شكرا جزيلا لك، أحسن الله عليكم الشيخ خالد. إلى الخارج معنا الأخ خالد، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم فضيلة الشيخ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. شكرا الله وسعيكم ونفع الله بكم. آمين. لدي سؤالنا فضيلة الشيخ خالد. تفضل. عندي أختي متزوجة، وطبعا الوالدة متوفية وتحرم حلها الخالة، طبعا هل يصح الخالة يعني تكشف عن زوج أختي؟ هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني، عندي أبناء وبنات أختي من الأب طبعا متوفية الأخت، وعندهم واحد من الأولاد ما يقدر يوكل وخدمته موقفة، فهل لهم الحق اللي يتصرفون مثلا في البيع والشراء يا شيخ خالد؟ جزاك الله خير. طيب السؤال الأول واضح يا شيخ خالد. السؤال الأول واضح، الخالة ليست محرما فلا تقوم مقام الوالدة في التحريم، بمعنى أن زوجة أختك يعتبر أجنبيا من خالتك، فالخالة ليست في حكم الأم في المحرمية، وبالتالي هو أجنبي منها، وإن كان لا يحل له الجمع بين المرأة وخالتها، لكن هذا تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا، فهي أجنبية منه وليست من محارمه. هذا بخصوص السؤال الأول. السؤال الثاني تقول أنت أحد الورثة عليه إيقاف خدمات، هل يجوز لهم التصرف؟ لا يستطيع أن يوكل. أنا لا أعرف يعني هذه قضية يعني نظامية، فإذا كان عنده إشكالية يعني في فيما يتعلق بالتصرف فليراجع الجهة المختصة لمعالجة هذه المسألة. لكن من حيث البيع، إذا كان يمكنه أن يباشر البيع بنفسه فلا حاجة إلى أن يوكل، يباشر هو نفسه البيع، بمعنى أنه إذا كان عنده إشكالية في التوكيل لا يستطيع أن يوكل لوجود إشكالية نظامية، ويستطيع أن يباشر أو يستطيع أن يباشر الآن البيع بنفسه فليباشره بنفسه. هذه مثل ما ذكرت قضية نظامية، لا أعرف ما يعني، يراجع الجهة المختصة لمعالجتها. نعم. أحسن الله عليكم شيخ خالد. من معنا؟ أم خالد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. معي الشيخ؟ معك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا. تفضلي سؤالك. لو سمحت، أنا حلفت على أمر وكنت حالفة يعني، وأنا يعني أعتقد أني ما قلت هالشيء، وأنا يومي يعني أحلف وأنا يعني متوقع أني ما قلته، بعدين ذكرت أني قايلته، ما أدري علي كفارة يمين ولا لا. طيب تسمعين الجواب.
الذي فهمته أنك حلفت على أمر ناسية. نعم. أيوة ناسية. أيه. تفعلين ولا شيء في الماضي ولا شيء في المستقبل؟ لا لا قلت إني ما قلته. إني قلت ما قلت هالشيء والله ما قلته وأنا بعدين ذكرت إني قايلته. أي لا في هذه الحال لا شيء عليك لأن هذه اليمين صدرت منك في حال النسيان والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وفي سالم مسلم حديث ابن عباس قال الله تعالى قد فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهو حديث في إسناده مقال لكن معناه صحيح متفق عليه وبالتالي إذا حلف الإنسان على شيء من الوقائع والحوادث وهو ناس يحلف على خلاف الواقع نسيانا فإنه لا يؤاخذ بذلك والله تعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وهذا ملحق باللغو في اليمين فلا شيء عليك أسأل الله تعالى أن يرزقنا وياكم حفظ الأيمان والعمل بطاعة الرحمن اللهم آمين من الرياض معنا أبو لين السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ عندي ثلاث أسئلة عن الحج أبغى أحج إن شاء الله السنة هذه بطلع من الرياض وبحرم في الطائرة وبنزل جدة وبعدين بكمل بوصل إن شاء الله يوم 7 ذو الحجة مكة متأخر يعني ممكن 10 كده توصل الحملة بحج حج متمتع النية إيش أنوي النية في البداية نية عمره بعدين أفك إحرامي وأنوي مرة ثانية حج ولا كيف هذا أول واحد طيب هذا السؤال أول السؤال الثاني والسؤال الثاني بالنسبة للهدي هيكون أضحية ولا هدي يعني ما أدري في النهاية لا الأضحية ما لها علاقة بالحج الأضحية تكون في 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 البلدان وليس في الحج ممتاز طيب لا إله إلا الله بس كذا طيب. طيب بخصوص السؤال الأول ما يتعلق بصفة النسك أنا أوصي إخوان الذين سيحجون أن يراجعوا في ذلك التنظيمات والترتيبات التي ترتبها الجهات ذات الاختصاص لأنه الحج يعني في هذه السنة روعي فيه إجراءات لوقاية الناس من تفشي هذا الوباء نسأل الله السلامة والعافية وبالتالي ينبغي التزام ما توصي به الجهات ذات الاختصاص الجهات المشرفة سواء من وزارة الحج وكذلك الحملات التي سجلوا فيها فلا أستطيع أن أقول عن نوع النسك لأن التحديد هو من الجهات المختصة فإذا كانت الجهات المختصة تأذن بالتمتع فتحرم بعمرة ثم تتحلل منها وتلبي بالحج لكن فيما أعرف أن التصريح الصادر للمتنسكين هو يعني الحجاج هو حج وبالتالي أوصيك بمراجعة الحملة قبل أن تلبي بنوع النسك وعلى كل حال إذا لبى الإنسان بعمره وقيل له إنه لا يمكن أن التصريح تصريح حج وليس تصريح عمره فيدخل الحج على عمره ويكون بذلك متمتعا ويكون بذلك قارنا والسلامة في كل هذا أن يتواصل الإنسان مع الجهة التي سجل فيها لمعرفة الترتيبات والتنظيمات المتعلقة بنوع النسك وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إلى معرفتها في نسك يسأل الله القبول للجميع وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأن يرفع الوباء والبلاء وأن يسلم حجاج بيت الله اللهم أمين أحسن الله عليكم من الأسئلة الإخوة والأخوات عبر الرسائل هنا السائلة هدى تسأل عن استخدام المرطبات الطبية بسبب حساسية الجلد تقول بأن لها رائحة عشبية أو عطرية تقول هل يجوز استخدامها أيام الحج؟ بالنسبة للمحرم هو ممنوع من الطيب والطيب الذي يمنع منه المحرم هو ما كان معروفا بأنه طيب يستعمل للتطيب
ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم أن يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران وهما نوعان من الطيب. وأما إذا كان ما يستعمله المحرم له رائحة زكية ولكنها ليست عطرية، فيعني رائحتها طيبة لكنها ليست طيبة، لا تتخذ طيبا، ففي هذه الحال لا يعد ذلك من محظورات الإحرام ولا يمنع منه المحرم. ولهذا النكهات التي تكون في المنظفات والمرطبات وسائر ما يستعمله الحجاج لا يمنع منها المحرم، استعمال الصابون والمنديل ونحو ذلك كله لا يدخل في الطيب الذي منع منه المحرم، لأن ذلك لا يسمى طيبا، ليس طيبا معتادا، إنما الذي يمنع منه المحرم هو الطيب الذي يتخذ طيبا يعني يتطيب به عادة. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت، وهذا الطيب هو الطيب المعهود المعروف، وليس كل ما له رائحة زكية. يعني هناك فواكه لها رائحة زكية، هناك خضر لها رائحة زكية، كل هذا لا يمنع منه المحرم، إنما يمنع المحرم مما يتخذ طيبا في العادة كدهن العود والعطور الزيتية أو حتى العطور الحديثة التي تستعمل من الأطياب التي يتطيب بها الناس عادة. فينبغي التفريق بين هذين، فالمرطبات والصوابين ومواد التنظيف التي لها رائحة زكية وليست مخلوط فيها أطياب وعطورات، هذه لا حرج فيها للمحرم. نعم، أحسن الله عليكم. من الرياض معنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ خالد؟ مرحبا، الله حييك، الله يحفظك، طول عمرك ويحفظك أنت ومن يسمع، الله يعافيك. آمين على زد عمل صالح. تفضل يا أخي محمد. الله يعافيك. عندي سؤال يختص إذا كان فيه واحد عليه مبلغ سواء على بنك أو أي جهة وما يقدر يسد عليه إيقاف خدمات، وأنا مثلا عندي مكتب ودفعت عنه المبلغ هذا، مثلا عليه 50,000 دفعت عنه المبلغ بحيث إنه ينفك عنه الإيقاف ويطلع قرض بعدين ويعطيني يرجع لي المبلغ حقي وعليه يعني مبلغ يعني مثلا 5,000 أو 7,000 كذا بسبب اني يعني فكيت من الأزمة هذه، هل هذه يعني تجوز ان شاء الله ولا لا؟ أخي هذه لا تجوز، هذا قرض جر نفعا، يعني انت قرضته مبلغا وهو ما سددت به الدين الذي عليه وثبت في ذمته، وسيوفيك المبلغ وزيادة، وهذا هو الربا الذي جاء تحريمه في الكتاب والسنة واجمع على ذلك علماء الأمة، وهو مندرج في القرض الذي جر نفعا، والقاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. أسأل الله أن يفتح لك باب رزق طيب لا إثم فيه. آمين. معنا؟ الله يجزاك خير ويطول عمرك. شكرا جزيلا لك يا محمد، في أمان الله. معنا أم محمد من الدمام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الشيخ الله يرضى. تفضل الشيخ اسمعك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا طويل العمر، عندي واحد من عيالي صغير، توفي زوجي الله يرحمه ويعفو عنه ووزع عن الميراث على الورثة، وبقى قسم ولدي الصغير عندي ماسكته له، حافظ يعني خاشته له وما بيعطيه الولدي ولا بيجي، بس ماسكته يعني إلى حد تخرجه إن شاء الله، أما يشتري له فيه سيارة أو يتزوج أو كلاهما، فهل في ذا السنوات اللي أنا ماسكت الفلوس ولدي فيه فيها زكاة الفلوس هذه؟ نعم، هذه الزكاة واجبة في هذا المال ما دام أنه مبلغ بلغ نصابا ودار عليه سنة،
فيجب فيه الزكاة، لكن لا يجوز أن تحبسي عنه المال إذا كان مرشدا. الله عز وجل يقول ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا كان قد بلغ مبلغا يدرك ويحسن التصرف في المال فلا يجوز حبس المال عنه. وفي المدة التي يكون فيها صغيرا يجب على القائم على ماله أن يخرج منه زكاة هذا المال، وإن أحسن باستثماره في استثمارات آمنة تعود عليه بنفع فهذا من الإحسان إليه، ومما يوقى المال أن تأكله الصدقة. وبهذا يتبين أنه يجب على ولي المال الذي يشرف على مال صغير أن يخرج زكاة المال إذا حال عليه الحول وكان نصابا، ويدفع إليه المال إذا أرشد، ولا يجوز له حبس المال بعد رشده. نعم نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة في موضوع الزكاة، هنا السائلة تسأل عن الزكاة على الذهب الملبوس، هل تجب فيه؟ الذهب الملبوس الذي هو الحلي للعلماء في زكاته قولان. من أهل العلم من يرى وجوب الزكاة في هذا النوع من الذهب، واستدلوا لذلك بالعمومات الدالة على وجوب الزكاة في الذهب عموما، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وما أشبه ذلك من النصوص التي فيها ذكر الزكاة في الذهب. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تجب الزكاة في الحلي الذي يلبس، بمعنى أن ما كان من الذهب ملبوسا اتخذته المرأة للزينة فإنه لا تجب فيه الزكاة، لأنه لا دليل على وجوب الزكاة فيه، فالنصوص الواردة في وجوب الزكاة إنما هي في الذهب المدخر، وأما ما أو الذهب المقتنى لغير الزينة، أما ما اقتناه الإنسان للاستعمال الشخصي من زينة وتحلي فإنه لا تجب فيه الزكاة، لأنه لا يوصف بأنه كنز، والله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وما كان ملبوسا فإنه لا يوصف بهذا الوصف فلا تجب فيه الزكاة، في قول جماهير العلماء، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. من جدة معنا الأخ إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيكم وينفع بيكم إن شاء الله. أمين. عندي بس سؤالين في الزكاة. السؤال الأول، في صديق اقترض مني مبلغ من المال من حوالي 4 سنوات، وهو معسر الآن لا يستطيع أن يعني يقبض الدين اللي عليه، فهل هذا المبلغ عليه زكاة إذا حال الحول؟ أنا الحال لا أدري هل سيستطيع أن يسدد أم لا، فلا أدري هل هذا المبلغ عليه زكاة ويخرج عليه الزكاة سنويا أم لا. طيب. السؤال الثاني، أنا اشتريت قطعة أرض ولم أحدد بعد هل هي للاستثمار، ممكن أبنيها أو أبيعها في قادم الأيام. وأيضا السؤال عن الزكاة، هذه قطعة الأرض عليها زكاة يعني أخرج عليها زكاة سنوية أم لا؟ بعينية. فندم؟ اشتريت الأرض هذه بأي قصد؟ ما مرادك من هذه الأرض؟ يعني زي ما تفضلت حضرتك أنا يعني لم أحدد بعد، أنا كنت شاريها حتى أبنيها في وقت ما يعني. أما الآن فربما الأمر يعني أفضل أن أبيعها في وقت من الأوقات أو أبني عليها، لسه يعني لم أحدد الآن يعني. لا أنا ما أسأل الآن، أنا أسأل لما اشتريتها كانت نيتك التجارة فيها؟ يغلب عليه نعم كانت نيتي أن يعني أشتريها لوقت ما ثم أبيعها بعد ذلك. يعني للتجارة؟
يعني لما اشتريتها كنت تقصد التكسب بها. يعني كان اغلب الامر ان انا يعني اشتريها واحتفظ بها بعض الوقت يعني ثم ابيعها بعد ذلك. طيب تسمع الإجابة. طيب يقول في سؤاله الأول أدانا شخص مبلغ من المال ولأربع سنوات ولا يستطيع أن يوفي بهذا الدين، يقول هل عليه زكاة خلال هذه المدة؟ إذا كان المدين معسرا وهو من لا يستطيع الوفاء فهذا لا تجب فيه الزكاة في القاف في أصح قولي العلماء، لا تجب فيه الزكاة في أصح قولي العلماء لعدم تمام الملك، ولأنه يحتمل ألا يعود إليه هذا المال. وبهذا قال الحنفية والشافعي وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وقول عند الشافعي وهو الراجح. فإذا كان المدين معسرا لا يطمع الإنسان ولا يرجو أن يوفي لضعف حاله فإنه إذا أوفى لا تجب فيه الزكاة. وقال بعض أهل العلم بل يزكيه مرة واحدة إذا قبضه، وهذا مذهب مالك. وقال بعضهم بل يزكيه عن الأعوام كلها، وأقرب الأقوال إلى الصواب أنه لا تجب فيه الزكاة إلا كان المدين مؤثرا، بمعنى أنه لا أنه يعني رجل لا يرجو وفاء الدين وبالتالي فلا تجب فيه زكاة. هذا ما يتعلق بالسؤال. والسؤال الثاني، السؤال الثاني عن قطعة الأرض. اشتراها اشترى قطعة أرض ونوى بها الاتجار. أخ الكريم في مثل هذه الحالة عندما يشتري الإنسان شيئا من ما لا تجب فيه زكاة لذاته، يعني متاع أو أرض أو عقار، فإن كان قد اشتراه بنية التجارة لما اشتراه ينوي به التجارة التكسب بالبيع والشراء، فهذا تجب فيه الزكاة وهي زكاة عروض التجارة في قول جمهور العلماء. أما إذا اشتراه للاقتناء أو اشتراه للادخار أو اشتراه ولا يدري ماذا سيفعل به في المستقبل وليست نية التجارة حاضرة، ففي هذه الحال لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس بعروض تجارة، إذ إن عروض التجارة من شرط وجوب الزكاة فيها أن يكون الإنسان قد تملك المال بنية التجارة تملكا اختياريا بنية التجارة. وهذا الأخ يقول إن اشتريت ويغلب على قصدي وغرضي الاتجار فهو في هذه الحال من عروض التجارة يجب أن يزكي، لكن إن كان اشترى ولا وأمسكه لأنه ينتظر ارتفاع الأسعار أو ينتظر فرصة للبيع، ففي هذه الحال لم يعرض للتجارة وإنما أمسكه فيزكيه إذا باعه لأنه متربص، وهذا مذهب إليه الإمام مالك وهو الراجح فيما يتعلق بزكاة عروض التجارة. أما إذا كان قد عرض وينتظر وتربى ويعني تعرض عليه سومات وينتظر ويقول انتظر زيادة أو نقص وما إلى ذلك، يعني العرض مستمر، فهذا زكيه إذا مر عليه سنة، يزكيه إذا جاء حول ماله، إذا جاء حول ماله يزكيه كل ما مر عليه حول زكى. نعم. أحسن الله عليكم. من المتصل الأخير من القصيم؟ أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أنا عندي سؤال، ما هو الحكم الشرعي على من ننكر تقسيم الورث؟ وما هو الواجب علينا التصرف معه؟ كيف ينكر تقسيم الورث؟ يعني يرفض؟ يرفض إيه يرفض يعني ما يرفض تقسيم الميراث؟ يعني عنده الميراث ويقسم ويرفض تقسيمه هو ولا شلون؟ يرفض تقسيمه يقول لا ما في داعي نتفرج ما في هذا الشيء، يعني ينكر هالشيء مع إنه ما شاء الله ما ينكر، إنما وجهة نظر. الإنكار غير، الإنكار يعني يقول لا ما في شرع، يعني الإنكار شيء مختلف. إنما المقصود تسألين عمن يقول خلونا نبقى المال ولا نتفرق ولا نقسمه. في مثل هذه الحال إذا لم يتمكن أصحاب المال من 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 القسمة فيراجعون المحكمة للفصل، لأن كل مال موروث فلكل وارث الحق في المطالبة بالقسمة، وإذا لم يتمكن من ذلك إلا بمراجعة الجهات القضائية العدلية ف
فإنه في هذه الحال يراجع القضاء، والقضاء سينصفه إن شاء الله تعالى. ولكني في الجملة أوصي جميع أصحاب المواريث، كل الورثة، كل من ورث شيئا، أن يبادر إلى إعطاء كل ذي حق حقه، ولا يجوز لأحد أن يحبس المال بحجة ألا نتفرق أو بحجة ألا يذهب المال، بل هذا ميراث ويدخل ملك كل وارث بحكم الله عز وجل وقضائه، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فإنه يعطى كل ذي حق حقه، ولا يجوز حبس المال بأي حجة لمن يرغب في أخذ حقه، لأن هذا يفضي إلى المنازعات والمخاصمات، والمبادرة إلى التقسيم أسهل الطرق لقطع ما يمكن أن يكون من أسباب الخصومات والمنازعات بين الورثة، صلى الله تعالى أن يصلح ذات البين. فإذا جرى ما يمكن أن يكون مانعا لتعنت أو لرفض من أحد الورثة، فالقضاء يفصل بينهم، صلى الله أن يصلح الحال وأن يجمع الشمل وأن يجمعنا على ما يحب ويرضى. اللهم أمين. أحسن الله إليكم الشيخ خالد. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، والتي تفضل فيها بالإجابة على أسئلتكم الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم وعضو الإفتاء سابقا. شكر الله لكم الشيخ خالد. أشكرك وأشكر الله تعالى على ما يسر من هذا اللقاء، وأسأله علما نافعا وعملا صالحا لي وللمستمعين، وأن يحفظ بلادنا وولاتنا من كل سوء وشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.